أبدأ أولا مع الدكتور الدعمي. أستاذ الدعمي، اليوم صباحا تحدثنا وياك وطلبنا رأيك بشأن موقف السيد الصدر من مرشح الإطار محمد الشيعة السوداني. حضرتك توقعت أن الوضع رح يشهد تصعيدا خطيرا، هل هذه التظاهرات اليوم هي بداية هذا التصعيد اللي ذكرت حضرتك؟ دعني أولا أحييك وأحيي الأخ البدران وجمهور قناتكم الغراء، وادعو بالسلامة لأبناء شعبنا وأن يكون بعيدا عن أهواء ورغبات ودموية أصحاب السلطة والمال ومافيا السلاح. يعني أنا متوقع هذا الأمر منذ زمن ليس بالقليل، لا سيما بعد انسحاب التيار الصدري وتنمر أعضاء بالإطار التنسيقي ضد التيار الصدري. يعني تصور أحد الأخوة في الإطار التنسيقي يوم أمس يقول الذين تظاهروا مساء أمس هم مجموعة من الساقطين، شخص آخر يقول هؤلاء أراذل، شخص آخر يقول سنصفي بأي وسيلة أخرى التيار الصدري، شخص آخر يقول ويقول. كل هذه رسائل سلبية وصلت إلى أسماع التيار الصدري وقادته وهيئته السياسية وإلى السيد مقتدى الصدر شخصيا. هم لم يمسكوا السلطة ويتكلموا هكذا، إذا لو مسكوا السلطة ماذا يفعلوا؟ لذلك بتقديري ومن هذا الأمر قلت لكم صباح هذا اليوم أن هناك تصعيدا خطيرا، بمعنى أن التيار الصدري يجد الفرصة المناسبة هذه التي بين تشكيل الحكومة وحكومة تصريف الأعمال، وإلا لو شكلت الحكومة المقبلة، ويبدو هذا الأمر متفق عليه، أن التيار الصدري قد يتعرض إلى تصفية كبيرة بأي وسيلة سواء بالقوة الناعمة أو بالخشنة. لذلك التيار الصدري اليوم أعلن، ويبدو لي أنها أعلن حتى تسمية الثورة، سماها ثورة عاشوراء، يعني انسجاما مع ثورة الإمام الحسين عليه السلام، وبالتالي فالأمر أصبح خطيرا جدا. ولا أعتقد أن الطرف الآخر أيضا سيسكت وسيبتعد، بل ربما سيدخل بعض أدواته في هذه التظاهرة، ولكن الأمور الآن تسير لصالح، أعتقد لصالح التيار الصدري، لأنهم سيعطلون تشكيل الحكومة. واليوم الخطوة الأخرى المطلوبة هو أن يكون الإطار التنسيقي أن يفكروا بروح بناء الدولة والجلوس مع التيار الصدري وقبول رؤيته. التيار الصدري يريد تمديد الحكومة وإعلان انتخابات جديدة. اليوم بيانه الآخر اللي ظهر عبر منصات التيار الصدري يقولون نريد حتى حل المجلس القضاء الأعلى وفصل المحكمة الاتحادية وإصلاحات دستورية وكثير من المطالب التي يبدو أنها تناغم الجمهور.